مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نلتقي معكم في تغطية حية مباشرة لمباراة اليوم التي تلعب في ظل الأمطار، أمطار لم تمنع الجماهير من التوافد على الملعب، لم تمنع بالتأكيد العشاق من الظهور من الحضور في هذا الملعب، لم تمنع المحبين من مساندة فريقها. هكذا هي كرة القدم، بالتأكيد تدفع العشاق للحضور رغم الأجواء الصعبة. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. وركلة البداية، ماركينوس، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، كرة عرضية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. كرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة قوية جدا بعيدة عن الكل. كيم بيمبي، أندر إيريرا، نيمار، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. أندر إيريرا، كيليان مبابي، أندر إيريرا، كيليان مبابي، قوية من مبابي. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. قراءة ممتازة من الدفاع. دوناروما يتدخل، يبعد الكرة، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. أندر إيريرا، حكيمي، أندر إيريرا، ميسي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يلعبوها للأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. أندر إيريرا، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. فيراتي، ماركينوس، كيم بيمبي، يلعبها لمنطقة الخطر، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة.
سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. باريس سان جيرمان سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. لعب الكرة في المرمى، جول، وتحقق أخيرا الهدف الذي كانت تحتاج المباراة. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. تلعب الكرة إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن. كرة من جهة اليمين، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أندر هيريرا، يمر ويلعب كرة بينية، وصلت بابي. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. نيمار، تغيير جميل للعب. تحكم مذهل بالكرة. أندر هيريرا، نيمار، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. نيمار، ليونيل ميسي. بينية تمر، ماركينوس، ماركينوس لمسة على اليسار، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية. ماركينوس، كرة طويلة للأمام، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، كرة طولية إلى الأمام، ها هي صافرة النهاية. الدفاع قدم أداء كبيرا هذا اليوم على الرغم من خطورة الهجوم للفريق المنافس. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات.
سعدت بصحبتكم في مباراة اليوم سيداتي وسادتي. نهاية اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، كان معكم فهد العتيبي.